إلى جوار زميلاتها الأخريات تجلس الطفلة سيناء أمام الحاضرين مرتدية الزي الشعبي الخاص بحفلات الأعراس في محافظة أبين، بينما تستعرض زميلتها الأخرى طريقة تربية الأطفال مرددة بعضا من الأهازيج التي اعتادت النساء ترديدها على مسامع أطفالهن، موروثات شعبية قدمها الأطفال هنا في روضة الشقرة ضمن مشاركتهم في المعرض التربوي والتراثي الأول الخاص بتطوير رياض الأطفال الذي أقيم في مدينة زنجبار. كان يعني هذا المعرض الأول مرة لرياض الأطفال، وقد كان يتحدث عن تراث أبين بكل مديرياتها ما تحمله، والهدف هو أن الطفل يتعرف على التراث أجداده التي يعني سبقت، وكذلك من معنا من المسائل التعليمية التي درسها الطفل. الزوايا الأخرى في المعرض التراثي بدت ملفتة أيضاً من خلال المعروضات الشعبية التي تنافست في تقديمها رياض الأطفال من مناطق أحور والكود والحصن وزنجبار، ونجح الصغار في إعطاء الخيمة الشعبية طابعاً إبداعياً جسد موروث المحافظة. انعكس من خلال هذا المهرجان اليوم الذي نستعرض فيه عدد من الفقرات التراثية والفنية الذي بذلتها رياض الأطفال ومربيات الأطفال في العام الدراسي المنفرط، ونتمنى أن تستمر مثل هذه الفعاليات والأنشطة لرياض الأطفال وأن تتوسع هذه الأنشطة. إقامة المعرض التراثي الأول لرياض الأطفال في محافظة أبين حظي باهتمام واسع من قبل المواطنين، خصوصا وإنه يأتي في إطار الاهتمام بالتعليم بدءا من مراحله الأولى، وهو ما أكده المسؤولون في مكتب التربية والتعليم أثناء حضورهم لمشاركة الأطفال احتفالهم الفني الذي جاء ختاماً للفعالية الشعبية لأطفال المحافظة التي تزامنت مع الاحتفالات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.